بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة تأتيكم على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية من داخل استوديوهاتنا في الريتسي مول بجدة. نحييكم ونرحب فيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من طبابة على الهواء مباشرة. حنكون معاكم بإذن الله تعالى لمدة ساعة من الآن وإلى الساعة الثانية بعد الظهر. معي أنا نشوى السكري، ومعي اليوم ضيفة مميزة من ضيوفنا اللي دائما بيشاركونا في برنامج طبابة. طبعا تقدروا تسمعونا أعزائي المستمعين من خلال الراديو على جميع ترددات إذاعة ألف ألف أف أم، وأيضا من خلال موقعنا على الإنترنت www.alifalifafm.com، أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم والاستماع إلى البث مباشرة. أيا كان نوع جهازك، أندرويد أو آي أو إس، تقدر تحمل التطبيق من الستور وتسمعنا وتسمع جميع برامجنا مباشرة. تواصلكم معنا مستمعين الكرام حيكون من خلال الاتصال على هاتف البرنامج 9266012، أو بإرسال رسائلكم على الوات 055-66-89-01. تقدروا كمان تتواصلوا معنا من خلال جميع حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، إنستغرام، تيك توك واليوتيوب. الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة في حسابنا وفي قناتنا على اليوتيوب. اللي حابب أنه يستمع إلى الحلقة أو يشاركها أحد مهتم بالموضوع اللي هنطرحه اليوم، هيلاقي الحلقة موجودة بإذن الله تعالى في حسابنا على اليوتيوب. أعزائي المستمعين، قد يحدث أن يتعرض الشخص لحدث صادم أو مؤلم في حياته، أو ربما يشاهد مشكلة معينة أو كارثة من الكوارث الطبيعية أو حادث سير مثلا، أو الاعتداء الجسدي، أو يتعرض لاعتداء آخر مثلا اعتداء جنسي. كلها صدمات ومواقف مؤلمة تترك أثر كبير في النفس. يعاني معظم الناس بعد تعرضهم لمثل هذه الأحداث الصادمة من الخوف، القلق، الحزن، والكثير من المشاعر المضطربة. تتحسن هذه الأعراض بمرور الوقت، إلا أن الأمر قد يتطور عند البعض إلى الإصابة بما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة. فلا تتلاشى هذه الأفكار ولا هذه المشاعر، بل وتستمر لأشهر وربما سنوات، وقد تزداد سوءا، ربما تستمر طوال العمر. كيف يتم إذن التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة؟ كيف يمكن تخطيه؟ وهل يحتاج المصاب إلى علاج؟ كيف ندرك أنه بالأساس يعاني من هذا الاضطراب؟ حنجاوب على هذه الأسئلة مع ضيفتنا اليوم اللي هتشرفنا بعد لحظات من الآن. يسعدني أني أرحب بضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة نادية شكري، أخصائية العلاج النفسي. وطبعا اليوم هنتكلم عن اضطراب ما بعد الصدمة، كيف نتعامل معه ونتخطى الصدمات بدون ألم. حياك الله دكتورة نادية، أهلا سهلا فيك. يسعدك يا رب. شرفتينا، الله يسلمك، شرفتينا ونورتينا. موضوعنا اليوم موضوع مهم، ترى كلنا بنعاني من صدمات، طبعا صحيح. على اختلاف قوتها وشدتها وعلى اختلاف المواقف اللي بنتعرض لها. صحيح. بعضنا بيكون قادر على انه يتخطى هذه الصدمة ويتخطى، او ما يجي اصلا اضطراب ما بعد الصدمة، لكن بعض الناس بتكون هشة ما بتقدر، والصدمة اللي بيمروا فيها بتأثر عليهم ربما مدى الحياة. خلينا في البداية نعرف ايش يعني اضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب ما بعد الصدمة اللي اسمه PTSD هو اضطراب يحدث بعد صدمة قوية يصحبها خوف شديد مع عجز شديد لدرجة عدم القدرة على التعامل مع الموقف. فيجلس الإنسان عايش في هذا الشعور. طبعا هو عنده أعراض مرة كثيرة. طيب زي ما أنت حضرتك قلتي إنه ممكن يتعدى وممكن ما يتعدى. متى أنا أقدر أعتبره مرض؟ لما تعدي 3 شهور وما زال حامل نفس المشاعر ونفس الألم، وبدأت تتغير أشياء نفسية أو جسدية أو الاثنين مع بعض عنده. إيش هي الأعراض هذه؟ طيب أنا هتكلم عن الأعراض الجسدية، الأعراض النفسية، لأنه الأعراض الجسدية أعتقد كل الناس عارفينها. خفقان، هلع، ألم في القولون، ألم في القلب، ممكن يجي له مرض مزمن، ممكن يجي مرض السكر من صدمة، مرض صحيح، فشل، أي نوع من
الاستجابة الجسدية. نعم. طيب في الأعراض النفسية لو حاولت ألمها كلها وأختصرها أجمعهم مع بعض، حقول إنه الإنسان ده بيعيش في الماضي بالأخص وقت الحادث. نعم. والألم اللي عاشه وقت الصدمة يكون ماشي معاه، مسترجع كل في شوية. يوم أيوة. ممكن تجيله فلاش باكس، كل شوية يفتكر، كل شوية يفتكر ويحس بالإحساس كأنه دوبه حصل له، كأنه موقف. لسه عايش في نفس الموقف بالضبط. ممكن يجي انهيار عاطفي، الانهيار العاطفي له أشكال مرة كثيرة، ممكن يصير يبكي على كل حاجة أو يبكي بدون سبب. ممكن يصير عصبي جدا وانفعالي وبدون سبب كمان، نرفزة، أشياء ما عمره كان يخاف منها صار يخاف منها، تظهر له فوبيات جديدة، يصير عنده تجنب كامل للحادث اللي مر فيه أو المكان اللي صار له فيه الحادث، أحياناً الزمان، أحياناً الأشخاص اللي ترتبط فيهم الذكريات بهذه الصدمة. نعم. وأحياناً يكون هذا التجنب إرادي وأحياناً لا إرادي. كيف يعني؟ يعني جات المشاكل في الكلمة دي. أيوة. لا إرادي تضعف الذاكرة. أوه. واحيانا يختفي جزء من ذاكره الانسان، اما الصدمه او ما قبل الصدمه، نسي هو كيف كان، كانه المخ بيحاول يتعامل مع الموضوع فبيحاول يلغيه من الذكريات. أيوة. المخ بيحاول يحافظ عليه عشان لا يفقد عقله او يفقد السيطره على عقله، يقوم هو يريحه عشان يخليه يتجنب انه يشوف دي المشكله، لكن هو ريحه بشكل ما هو سليم، ما هو صحيح. ريحه بانه خباها جوا اكثر. تمام. وطبعا كل ما تتخبى أكثر كل ما صار العلاج أصعب وأطول. أكيد. طيب إيش كمان كنا بنتكلم عن الذاكرة؟ يعيش بخوف وتوتر دائم، يعيش متأهب لأي موقف مفاجئ، إحساس بعدم الأمان على طول مسيطر عليه، الشك في الناس، ممكن يجيله صعوبة في النوم، أو ممكن إذا نام تجيله الكوابيس. طبعا أعراض القلق والخوف النفسية والجسدية كلها معرض ليها. ممكن يصير عنده إدمان للعمل مبالغ فيه عشان ينسى أو يحاول يهرب. أيوة. عشان يهرب. هذا ما شاء الله ممتاز اللي أدمن العمل، في ناس بتدمن أشياء تانية للأسف، بالعكس اللي أدمن العمل في شيء إيجابي في حياته يعني، بس على طول أعصابه تعبانة. أيوة. هو عنده ألم نفسي، هو هروب، هروب من الموقف ومن المشكلة. إيه بس إنه هو مو مرتاح. على حسب عمق الصدمة يمرض الإنسان. في ناس ممكن يضعف بصرها، في ناس تفقد شعرها. يا ساتر. لطيف الله يحفظنا. في أمراض مزمنة، في ناس تفقد عقلها، طبعا ذاكرتها تكلمنا عنها. ممكن يصبح الشخص مرة عدائي وردات فعله عدائية وعنيفة، ممكن يعتزل الناس تماما. هو يفرق عن المكتئب، المكتئب يعتزل الناس لأنه ما عنده طاقة. أيوه. يتعامل معاهم، هو لا، يشعر بالأمان في الوحدة، يشعر بالأمان في غرفته، يشعر بالأمان لما يبعد عن الأشياء اللي تذكره بهذا الحادث. فينعزل. كمان عنده إحساس أنه الناس مي فهمته، بالذات لما الناس تقول له يعني أنه ما يحوج. لما تكون دي الصدمة تعتبر عند الناس ما تحوج، أو نسميهم هشين نفسيا زي ما دوبك قلتي. أيوه. أو إحنا ما نقدر نحكم على أحد، لأنه كل بني آدم مشاعره وطاقته يحطها في موضوع معين. يعني مثلا صدمة من الصدمات تكون صدمة انفصال، يعني بالنسبة لأغلب الناس أو بالنسبة للناس العمليين أو العقلانيين إنه هذه ولا شيء، هذه ممكن تكون خير. صح. لكن للإنسان عاطفي أو الإنسان بنى ممكن تدمر حياته تماما. بالضبط. بس غالبا هتكون يعني الإحساس هذا للمرأة يمكن أكثر من الرجل. هسألك برضو وهعرف منك دكتورة نادية، إيش الأسباب اللي بتخلي بعض الناس يتعرضوا أو يكونوا أكثر عرضة للاضطراب ما بعد الصدمة، وناس ثانيين لا، ممكن أي صدمة مهما كانت يعني تمر عليهم، اختلاف إنه ما هو هش داخليا، هل في أسباب تانية ممكن تخليه معرض لهذه الإصابة ولا لا؟ هنعرف الإجابة بعد الفاصل. أعزائي المستمعين هنطلع الآن فاصل قصير، نرجع بعد نكمل حوارنا مع ضيفتنا دكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي، واليوم بنتكلم عن اضطراب ما بعد الصدمات، كيف نتعامل معه ونتخطى الصدمات بدون ألم. أي مشاركة لكم أعزائي المستمعين تقدروا ترسلوا لنا على واتس البرنامج 055-66-89-01، أي استشارة أو استفسار أو سؤال ضيفتنا دكتورة نادية طبعا مشكورة هتجاوب على أسئلتكم في الجزء الأخير من الحلقة. فاصل ونواصل. We'll be right back.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في طبابة على ألف ألف أف أم من داخل استوديوهاتنا في ريد سي مول في جدة، ومع ضيفتنا الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي. موضوعنا اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمات، كيف نتعامل معه، كيف نتخطى الصدمة بدون ألم ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة في الحياة. طبعا لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم، أيضا إذا عندكم تجربة مريتوا فيها حابين نستفيد منها معاكم ممكن تشاركونا إياها عن طريق الواتساب 055-66-89-01. أرحب فيك مرة ثانية دكتورة نادية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين. الله يسلمك. طيب إحنا دكتورة عرفنا الآن في الجزء الأول من الحلقة إيش هو اضطراب ما بعد الصدمة، وكيف ممكن يشعر الإنسان في هذا الاضطراب، وأنه ممكن يستمر معه شهور وأحيانا سنوات، وممكن يضل معه العمر كله، وأحيانا هو ما يعرف أنه هو عنده مشكلة تحتاج إلى علاج. صحيح. هعرف منك طبعا التشخيص، بس الآن قبل ما نروح لجزئية التشخيص، ليش في بعض الأحيان أشخاص معينين ممكن يتعرضوا لاضطراب ما بعد الصدمة رغم أنه شخصياتهم قوية؟ يعني إحنا قلنا أحيانا كل إنسان هش من جوا وضعيف وشخصيته ضعيفة وعاطفي بزيادة، لكن أحيانا يكون شخص قوي وشخصيته قوية لكنه ممكن يتعرض لهذا الاضطراب، وممكن هم أكثر كمان. أيوة، لا شرحي لنا هنا ليش. أيوة. كيف هذول ممكن يكونوا أكثر؟ أنا حقول لك ليش. لأنه هذا الإنسان عنده ثقة مرة كبيرة سواء كانت في نفسه أو في الآخر، فلما تجي له الصدمة من الآخر تكسره فعلا. أو تجي له مثلا الصدمة في نفسه أنه هو ضعف، أنه هو مرض مزمن، أنه هو ما قدر يسيطر على الموقف، فتيجي الصدمة مركبة. أيوة. كمان سألتيني إذا كان في فرق بين النساء والرجال. أيوة، إيش الفرق؟ خلينا نتكلم كلام عامي كده ونقول أنه طبيعة النساء أنهم هم يشاركوا مشاكلهم، يشاركوا مشاعرهم أكثر من الرجال. أيوة. فهذا يخفف عليهم شوية. الرجال يعني غالباً يحبوا يكتموا وما يبينوا، فتظهر الانفعالات عليهم، والواحد يصير يقول إيش بسم الله إيش صار له، بسم الله إيش سوينا له. أيوة. هو ليه كده؟ لكن برضو ما هو تعميم. في بعض الرجال ما تسكتوا من الشكوى، بالذات لو بيشتكوا من حريمه. وفي رجال لا، وفي نساء كمان يكتموا وما يرضوا يبينوا ويحبوا يظهروا الصورة المثالية، هدول أكثر ألما. بس في الغالبية أكثر النساء يعني يحبوا، ما أقول لك الثرثرة، يحبوا يفضفضوا، الناس تحس بيهم، يحبوا. أيه. إنه الناس تفهم مشاعرهم. صح. ما عندها مشكلة لو إنها هي تكلمت مع أحد ما فهمها تدور على غيره. الرجل ممكن مرة يحرج ده الموضوع. أيوة، كتوم بزيادة، ما يحب يتكلم عن هذا. وصراحة يعني هي فروق فردية، ترى ما هي معممة على النساء والرجال، ولكن الظاهر من النساء كده والظاهر من الرجال كده. تمام. طيب إحنا قلنا إنه هذا الاضطراب ممكن يستمر أيام، ممكن شهور، ممكن سنوات، ممكن يرافق الإنسان عمره كله. صحيح. وهو ما يعرف أنه عنده مشكلة تحتاج إلى علاج أو إلى اختصاصي مثلا يشوف كيف حلها. فخلينا نعرف برضو كمان الآن يعني كيف ممكن تشخيص الاضطراب هذا اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة، وكيف نفرق بينه وبين الاستجابة العادية للصدمات. كلنا بيكون لنا ردة فعل تجاه الصدمات، بس إيش الفرق بين ردة الفعل الطبيعية والاضطراب؟ ردة الفعل الطبيعية هي تبدأ تخف الآلام المصحوبة بالصدمة. نعم. وتخف طبيعيا، تخف أثناء النوم. لكن الإنسان اللي عنده اضطراب بتزيد، يعني إيه؟ ممكن بعد 10 سنين لما يجي ينحكي الموقف يكون بنفس الدموع، بنفس الانفعال، بنفس الألم، بنفس كل شيء. وغير طبعا اللي نسيه، أنا دحين تكلمت عن أعراض مرة كثيرة، اللي يلاقي عنده أكثر من 5 أعراض يراجع العيادة، اللي هي الخوف، القلق، التوتر، العصبية الزايدة، النرفزة الغير مبررة، الفوبيات المفاجئة، الأمراض الجسدية المفاجئة، ضربات القلب، الكوابيس، الحرمان من النوم، فقدان الذاكرة، اللي زي ما قلت يعني في كثير ناس أنا أجي أسوي معهم جلسات تكون ما هي فاكرة ولا شيء من طفولتها، هذا مو طبيعي. عرفت انه هنا في شيء مؤلم. هي ما تعرف اصلا انه عندها مشكله، بس هي ناسيه الجزء هذا من جزء من الذاكره عندها ممسوح، ممحي تماما. أيوة. او ممكن تقول لك الحياه كانت فل، ان في احد في الدنيا كانت حياته روعه كده. لا اكيد كان في صعوبات، في مشاكل، في مواقف. ايوه. لا، الطبيعي اني انا اتذكر الموقف المؤلم ولكن لا أتألم. ممكن الموقف ده علمني، ممكن الموقف ده غيرني، ممكن يعني طبعا المواقف المؤذية دي والمؤلمة دي للتعليم. أكيد. ما هي لا هي للنسيان ولا هي للإنكار. تمام.
طيب بالنسبة للأطفال، يعني الكبار إحنا عرفنا إنه الصدمة اللي بيتعرض لها الشخص بيكون لها تأثير معين وبتظهر بأعراض معينة زي القلق والاكتئاب والأشياء هذه والخوف والغير مبرر والأشياء الفجأة تظهر عنده. بالنسبة للأطفال الموضوع بيكون أخطر بكثير جدا. أيوة، فخلينا نتكلم عن تعرض الأطفال للصدمات، كيف بيكون الاضطراب هنا؟ لسببين. السبب الأول إنه هذه الصدمة ممكن تقعد معه لينصير عمره 60 سنة. يا الله، حتظهر كيف؟ هو حيكون إنسان ناجح لو ما أثرت على قدراته العقلية وتركيزه وذاكرته وكذا، ممكن يكون إنسان ناجح وقائد وممتاز رائع في عمله، يجي شيء واحد يحرك له الصدمة يخليه يتصرف كطفل، ترجعه تاني، ترجعه للنفسية هذه حقت الطفل اللي ما تعالجت. يعني مثلا إذا غار تلاقيه يتصرف بتصرف قد يطلق عليه حماقة، أو إذا أحد انتقده مثلا، أو يعني أي موقف، دي أشياء تحصل للطفل، الطفل مع مرور الوقت هو بيتجاوزها. أيوة. وبيعرف يتعامل معها. كمان في شيء تاني بالنسبة للصدمات عند الأطفال، للأسف إنها قد تكون صدمات متكررة مو صدمة واحدة، هذه هنا تصير مضاعفة، يعني متراكبة وتصير عندها مشاكل أكبر كمان من إنه يتعرض لصدمة واحدة. ممكن، وممكن كمان تخليه المرة الأولى هو كان مستسلم، المرة الثانية متعود. يصير خلاص تعود على الصدمات، يصير ساكت وهو يحسب إنه هذه هي ردة الفعل الطبيعية. إيش الاضطرابات اللي تظهر على الطفل؟ ويعني يا ريت لو الأهل أو المدرسة انتبهوا للطفل لما يصير فجأة عنده تغيير ملحوظ في شهيته، يا مو قادر يبلع الأكل يا بالعكس قاعد يأكل كتير، اضطرابات في النوم، ممكن يصير النوم مرة ثقيل وممكن كل شوية يصحى يبكي. أيوه. يصير سلوكه تجنبي أو عدواني. يعني مثلا تلاقيه يحب يندس في الدولاب، تلاقيه يحب يقعد في طرف الغرفة في الزاوية، تلاقيه قاعد يمثل الأشياء اللي حصله في الدمى حقته والعرايس ولا الألعاب، أو بكسر الألعاب بطريقة يعني ملفتة هو ما كان كده. يعني يصير في عنف في تصرفاته، يصير في عنف ملحوظ. أيه. كمان يصير عنده انفعال. يا أما يغضب بشدة، يا أما يطلع غضب على بعض الناس مو على كل الناس. يا أما تلاقيه متعلق بشخص معين. ترى مو شرط هو متعلق بالشخص اللي يديله الأمان. أوكي. كثير أطفال يتعلقوا بالشخص اللي بيأذيهم، باللي بيسبب لهم الصدمة. شفتوا قصص كده حقت الأشغال، اكتشفنا أنها مثلا بتحرق الطفل أو بتضربه من وراء أهله أو كده، تلاقيه طول الوقت حاضنها يكتفي شرها. يعني هي بتكون ردة فعل عكسية، هو خايف بهالأم ولا الأب. لما أشوفهم بيعاقبوا أطفالهم بقسوة، وبعدين يشوف تلاقي الطفل على طول جا حضنه، فهم ما يفرحوا، يحسبوا أن الطفل سامح، لا خاف على طفلك اللي تصرف كده. هذه معناها أن الطفل عنده ردة فعل قوية جدا جدا. والحلو أنك أنت تعلم طفلك يعبر، ما نكتب، ما نخليه يكتم في وقت نفسه. وقت العقاب نقول له أنت تعاقبت ليه. حلو. وإيش هو العقاب؟ ممكن يختاروا ممكن ما يختاروا. أحيانا الطفل يسوي حركة محرجة للأهل، يضطروا أنهم مثلا يصرخوا عليه، فطبيعي أنه يبان عليه انكسار، لكن لو شفناه فرحان نعرف أنه هنا في إنسان معرض لصدمات، في إنسان مو طبيعي، ردة فعله ما هي طبيعية. أغلب الأطفال ترى كذا، ترى عن نفس الأطفال مرة صعب. أيوة فعلا، مرة صعب ويبغاله تركيز جديد. جميل يا دكتورة، هنكمل هذه الجزئية بس هنطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا، ولازلنا نستقبل أسئلتكم أعزائي المستمعين على واتس البرنامج 055-66-89-01. خليكم معنا فاصل وراجعين مع ضيفتنا الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي.
رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء، نرحب فيكم في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم من داخل استوديوهاتنا في الريتسي مول بجدة، ومعانا ضيفتنا الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي، ولا زلنا نستقبل مشاركاتكم معنا في حلقة اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمة على واتس البرنامج 055-66-89-01. أرجع لك دكتورة نادية مرة تانية في الحوار، وكنا بنتكلم عن الاضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال. طيب كيف يعني دكتورة ممكن نتجنب اضطراب ما بعد الصدمة؟ يعني كيف نحاول أنه إحنا كلنا معرضين لصدمات، فكيف أنه ندرب أنفسنا بحيث أنه إحنا ما نتعرض لهذا الاضطراب؟ سؤال جدا جميل وله علاقة بالطفولة. يعني تعرفي تعليم الأطفال كيف يتجنبوا المخاطر وكيف يتصرفوا بعد مثلا إذا أو بعد شيء خطر تعرضوا له، هذا من أهم الأشياء اللي تخلي الواحد عنده تصور. هي الصدمة تيجي كيف؟ من شيء غير متوقع، صحيح، شيء مفاجئ. يعني مثلا أطفال تعرضوا لزلزال، في حياتهم ما سمعوا شيء يعني زلزال، صدمتهم مرة قوية، لكن لو الأهل علموا الأطفال إنه لو بدأنا نحس بهزة أرضية إحنا لازم نجي نوقف عند الباب، إحنا لازم نسوي كده، أو نجري على ماما، أو يعني عرفتي لما أنا أعلم الطفل يكون هو عنده توقع تكون الصدمة أخف. صحيح. أو مثلا كيف تقطع الشارع، في أطفال يكونوا ناجين من صدمات يوصلوا الأهل من كتر ما خافوا عليهم يضربوهم أو خصموهم، يعلموهم الكبت وعدم التعبير أو الكلام عن الشيء اللي أذاهم أو اللي ألمهم. يعني لما الواحد تعاقب عشان هو أخطأ، وفعلا أخطأ بس هو طفل نسي ما قصد، يعني هو مستحيل يكون بينتحر وبيقطع الشارع. أي صحيح، هو بس ما أتذكر أنه مامته علمته لازم تمسك يد أحد، لازم تشوف يمين، لازم تشوف يسار، بعدين تقطع. فلما نتعاقب هو بكرة يتعرض لصدمات تانية ما يقدر يعبر عنها. أي ما هيجي يقول، لأنها أشياء تسبب له العقاب. فهو مو ناقص، هو قيد وتعاقب وكمان عقاب تاني. أيوة. في شيء تاني كمان، لما يكون الإنسان عنده مفاهيم شوية قاصرة عن الحياة أو عن البشر أو عن الناس أو عن الحياة عموما، هذا يقوي الصدمة، يخليها صدمة قوية. يعني مثلا اللي يعتقد أنه كل الناس شر أو اللي يعتقد أنه كل الناس خير ممكن هم الاثنين ينصدموا. لكن لما يكون الإنسان عارف أنه في الدنيا دي فيها خير وفيها شر، متوازن في تفكيره، أيوة. لما يثق في أحد ما يثق ثقة عمياء، لما مثلا يتعرض لموقف، لنفرض أنه شخص هو سايق السيارة وحصل حادث وأتوفوا اللي معاه في السيارة، هو اللي عاش، صدمته مرة قوية. أيوة، تأنيب الضمير أقوى شيء في هذه الصدمة. الألم النفسي ولوم الذات هذا أقوى شيء في الصدمة. لكن لما يقدر يعبر، يقدر يتكلم، يقدر يحصل على الدعم من اللي حوالينه، مثلا أول كلمة حمد الله على سلامتك، مو حسبي الله عليك. أيوة والله، في كثير ناس كده، صح، حقيقي حقيقي. أنا كنت مريضة في المستشفى في الطوارئ، وسمعت انه في ناس جو تعبان خايفين على ابوهم، اخوهم الصغير زعل ابوهم ودخلوه على المستشفى وتوفى في ديك اللحظه. والله العظيم فقدوا عقلهم وهجوم على الولد الصغير. ايوه، انا بدي اقوم من مرضي، بدي اقوم من مكاني واقول لهم حرام عليكم، خلاص عمره خلص، هي العمار بيد الله سبحانه وتعالى. لو الكلمه دي بس دي قالت، لا حول ولا قوة إلا بالله، تربط على قلبهم ويفكروا قبل ما يتكلموا. ما كان يعني، أنا متأكدة أنه وضعه مرة تعبان، أكيد مسكين هذا. لو سامعني بالله يجيني، والله لا ساعده. طب إذا سامعك الولد هذا اللي كان يعني في سبب، في ما كان سبب، هو ربي أراد أنه ينحط في هذا الموقف، لكن العمر انتهى في اللحظة هذه. صحيح. أنت عندك الاستعداد يعني تساعديه وتعالجيه. من عيوني والله. تسلم يا دكتورة والله. الله يسلم. طيب برضو دكتورة، يعني أحياناً قد يحتاج الشخص إلى علاج نفسي. المشكلة أنه في بعض الناس ممكن يصاب بالاضطراب هذا أو يمر بصدمة معينة ويبدأ تظهر عنده أعراض أو يشعر بأشياء معينة، بس يتوقع أنه هذا شيء طبيعي. هو يعتقد أنه نضج. أيوة. هو يعتقد أنه صار قوي. أيوة. هو أصلاً ما يبغى يتذكر الحادث، عشان كده يتجنب. أيوة. يتجنب أنه يجي. عرفتي؟ فهي صراحة من أصعب الأمور اللي يقدر المعالج يكتشفها في المريض ويحاول يساعده فيها. يعني في سيدة هنا دور الأسرة، يكلمينا عن السيدة. أيوة، هذه السيدة الفاضلة أنا شايفة أنه هي عندها صدمات، لكن
أولادها وأهلها هم اللي بيطلبوا منها أنها تيجي، وهي مي عارفة اللي بتيجي وقاعدة تنكر طول ما هي عندي، وتقول لي هذا الكلام زمان، أنا كنت صغيرة أنا نسيت كل شيء، الحياة دحين رائعة الحمد لله. فزي ما قلت لك هذه هنا صعوبتها، هي ناكرة تماما أنه عندها مشكلة، بس أولادها شايفين أنه عندها مشكلة، حاسين أن أمنا خايفة طول الوقت، حاسين أن أمنا متنرفزة طول الوقت، حاسين أن أمنا بسرعة تستثار من مواضيع ما تستحق. أوكي. فخايفين عليها، أدرك أنه عندها مشكلة صحيح، وهم اللي جابوها عندك للعلاج، وهم اللي جابوها عندي للعلاج. أيوة. هذا وهي جات أوكي، بس من باب أنه ترى أنا ما فيها شيء، أثبتي لهم يلا خذوني بروح، أثبتي لهم أني أنا ما فيها ولا حاجة. أوكي تمام. فإحنا لو نظرنا لإنسانيتنا ولضعفنا الإنساني ولينا ولنفسنا ولغيرنا، ولو قدرنا هذه الأشياء كلها، هذه دعم اجتماعي. يعني زي ما أقول ننتبه على بعض، ننتبه على بعض، إذا صار أحد فينا أتغير فجأة فهو مو هو إنسان سيء، أو هو مو إنسان اختار يكون كده، صحيح هو جالس يعاني من ظروف خلته يصير كده بدون ما يقصد، وهو في ده الوقت شايف أنه معاه حق. ممكن لو كان هو مع ناس يثقوا فيه، يعني تشوفي أحد مثلا في اجتماعات ينفعل، تلاقي صاحبه المخلص لي أو أهله أو كده يمسكوا يده أنه أهدأ ما يحوج مش عارف إيه، فيبدأ هو ينتبه ويراقب. صحيح. وأحيانا كمان بيكون العكس، يعني أوقات يقول لك الشخص اللي بيضحك دائما أحيانا تحسي أنه بيضحك على الفاضي وعلى المليان، بيضحك بسبب وبدون سبب، هذا بيكون جواه. والله عليك برافو، نسيت أنا أقول هذه النقطة. في ناس يجيهم شيء اسمه الاغتراب بعد الصدمة. أيوة. إيش هو ده الاغتراب؟ يحسوا نفسهم ما ينتموا لهذا المكان، ممكن ما ينتموا لهذه العيلة، ممكن ما ينتموا لهذا الجسد، ممكن الحياة فاني بزيادة خلاص، يعني أنا شفت أكتر شيء مؤلم في الحياة، فخلاص كل شيء بعد كده يضحك، كل شيء بعد كده ما يسوى ما يستاهل. فهذه برضو من الأعراض القوية اللي تبين إنه الشخص محتاج مساعدة، محتاج دعم. هل يحتاج يا دكتورة إلى عقاقير؟ أحياناً يحتاج عقاقير، بالذات لو كانت الأعراض المصاحبة قوية. يعني مثلاً الشخص اللي عنده قلق وكان القلق فوق السيطرة، يحتاج عقار عشان يقدر المعالج يتعامل معه. لو كان فوق السيطرة يعني هو كيف يتعامل معه؟ لازم يكون مسيطر عليه عشان يقدر يساعده. نعم. احيانا الصدمه تجيب مرض عضوي. اوكي. حقوله لا تاخذ الدواء عشان هذا والله شيء سببه نفسي، ما ينفع، لازم ياخذ العلاجات سواء كانت نفسيه او جسديه. في حالات ما تحتاج، مثلا يلاقوا يعني الشخص اللي تعرض لدي الصدمه يلاقي شخص يقدر يحكي له، يقدر يتكلم معه. ممكن صح هذا ما هو علاج نفسي، وممكن الفتره الطول، ممكن يلاقي جماعه تعرضت لنفس الشيء، ممكن يبدا يبحث عن الناس اللي تعرضوا لنفس الشيء، يعني زي ما قلت الكوارث. ممكن يسوي علاج جماعي لما يلاقي انه اكثر من شخص فقد احبابه واهله، او مثلا الناس اللي تعرضوا للحريق يبداوا يفتح الموضوع ويتكلموا عنه. هو كان في البدايه شيء مره مؤلم. ايوه. لكن مؤلم لما انا احكيه مع ناس مي فهمته، صحيح، حسيته. لكن لما اتشاركه مع ناس مروا بنفس التجربه. أيوة. هنا تكون الامور مختلفه، وممكن يصير التحسن بدون اي ادويه. بالعلاج النفسي كفايه. طبعا انواع واشكال العلاج النفسي مره كثيره، ومدارس علم النفس مره كثيره. المعالج الشاطر هو اللي يمسك المريض ويكتشف ايش العلاج المناسب لي وطريقة التعامل المناسبة لي ويتعامل معها بيها. طيب أنا هرجع للسيدة اللي جاتك، يعني هي سيدة في عمر 60 صح؟ كيف أقنعتيها أنه عندها مشكلة؟ إحنا لسه فطورة الإقناع. أنت لسه الله يعين لسه ما اقتنعت. لا هي دحين اقتنعت أنه هي تجيني وبتضحك وبتتكلم وتحاول تشرد من الموضوع. هذه مرحلة ممتازة. أي جالسة تشرد من الموضوع وتتكلم عن الحاضر، وأنا أبغاها تتكلم في الماضي عشان تطلع صدمات الماضي. وبعد كده أخلي آخر الجلسة خليها تتكلم في الموضوع اللي هي تحب تتكلم فيه وتحس أنها مرتاحة. ترجع البيت تلاقي نفسها متألمة. فأمس سألتني بتقول لي الألم ده طبيعي؟ بدأت هنا الآن بدأت تشعر إنه في حاجة.
ممتاز. يعني هو الموضوع بياخذ وقت، بس محتاج انه بالتدريج نقنع الشخص لين ما يقر فعلا عشان مصلحته، مش أيوة. عشان احنا بنقلب عليه المواجع. اكيد هو كيف انه الواحد يصير سوي بعد صدمه. احنا قلنا انه كل الناس معرضين للصدمات. نعم. وقد يكونوا كل الناس تعرضوا اصلا لصدمات. صحيح. الطبيعي انه الصدمه تكون في الذاكره بلا مشاعر الم، بلا افكار واحكام، يعني زي ما يسموها بالعامي عقد. مثلا واحدة انصدمت من الرجال حتعمم، واحدة انصدمت. أيوة تمام يا دكتورة، هنكمل حوارنا، هنطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل لحلقتنا مع ضيفتنا الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي. وموضوعنا اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمات، كيف نتعامل معه وكيف نتخطى الصدمات بدون ألم. طبعا لازلنا نستقبل مشاركاتكم أعزائي المستمعين على الواتس 055-66-89-01. خليكم معنا، فاصل وراجعين. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مرة ثانية مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم في طبابة على ألف ألف أف أم من داخل استوديوهاتنا في الريد سي مول في جدة، ومع ضيفة حلقتنا الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي. موضوعنا اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمات، كيف نتعامل معه ونتخطى الصدمات بدون ألم. نستقبل طبعا أسئلتكم ومشاركاتكم معنا على هاتف البرنامج أو على واتس البرنامج 055-66-89-01. مرة تانية أرجع لك دكتورة نادية في برنامجنا، وصلنا الجزء الأخير هنأخذ الأسئلة، بس قبل الأسئلة عندي سؤال. إيش هي خطورة عدم تلقي العلاج المناسب أو الدعم المناسب لاضطراب ما بعد الصدمات؟ الله عليك وعلى أسئلتك الرائعة، ممتاز هذا السؤال. خطورة إنه الواحد ما يتعالج يصير ما عنده نمو عاطفي سليم، أو ما يقدر يؤدي دوره بشكل سليم. يعني تخيلي أم ما عندها هذه الصدمة، كيف حتتعامل مع أولادها؟ ما حتقدر تكون أم في كل المواقف. فجأة حتلاقيها هي الطفلة هي اللي قاعدة تحتاج الاحتياجات اللي هي ناقصتها بتجيبها من أولادها، كده أولادها حينفروا منها، كده عيلتها كلها حتتأذى. مثلا أنا بس قلت أم. أيوة. ممكن يكون زي ما قلنا شخص مهم وعنده منصب مرة كبير، بس ما هو قادر يكون قائد رائع. ليش؟ لأنه عنده ثغرات بسبب هذه الصدمات. والأهم من ده كله احنا قلنا ان هو يأثر على النوم والأحلام بشكل مستمر، والشعور الألم الملازم للإنسان. يعني معقول هذه عيشة؟ هي دي حياة؟ حياة صعبة. بس المشكلة انه بعض الناس يمكن ما يدرك، بعض الناس يعتقد انه الحياة كلها ألم. أيوة. وهذا غير صحيح. اي احد عنده ده الاعتقاد لا يجيك. طيب. لأن الحياة في غالبها والطبيعي حقنا هي تكون ممتعة وجميلة. لكن لما يجيني الظرف يخليني أنا بحاول أحل هذه المشكلة. هي كده الحياة. مشكلة وأحل المشكلة. لكن مو أعيش مشاكل. صحيح. طيب خلينا ناخذ الآن الأسئلة اللي جاتنا من المستمعين. يقول مساء الورد، أنا تعرضت لخيانة من أقرب الناس إلي وللحين مو قادر أنساها، لدرجة أني طلعت من ديرتي لديرة ثانية، غيرت أرقام جوالي، حتى أهلي قاطعتهم وأصدقائي تركتهم، ومع ذلك ما قدرت أنسى، كل يوم أتعذب بسبب هذا الموضوع. أول شيء أحب أقول لك الله يربط على قلبك. ثاني شيء باب العلاج مفتوح لأي أحد عنده مشكلة. يعني هذا مو حل، وهو ده التصرف الحقيقي حق الإنسان اللي تعرض لصدمة. التجنب، وزي ما قلت لك الاغتراب. خلاص يصير ما ينتمي لعائلته، ما ينتمي لأصحابه، ما ينتمي لنفسه زمان. لكن تأكد أنه كل شوية حيطلع لك محرك للصدمة، يا أما حتلاقي اسم الشخص اللي خانك، يا أما حتلاقي أشباهه، يا أما أصلاً أنت ما عاد تقدر تكون في سلام مع الناس العاديين، حتجلس انت شاكك فيهم ومتضايق، وبتحرك الصدمة تحرك الصدمة، كل ما تتحرك الصدمة كل ما تختفي أكثر، وكل ما يزيد ألمك، وكل ما تطول مدة العلاج. أيوة. طيب الحين بالنسبة لأبو عبد الله، هل ممكن يتواصل معك يا دكتورة؟ الله يحييه. يعني هو فعلا يحتاج علاج، فعلا يحتاج علاج، لأنه هو عنده كده أهم الأعراض اللي تيجي أو تصاحب لاضطراب ما بعد الصدمة. تمام. طيب ناخذ سؤال تاني دكتورة، برضو في برضو عندنا هنا استفسار من بنت عمرها 25 سنة، تقول أنا فقدت الإحساس بكل شيء،
ما أشعر بأي شيء مهما كان، لا فرح ولا حزن، لا أمل لا تفاؤل لا خوف، حياتي ما لها معنى، ما أقدر أستمتع بأي شيء، كل شيء عندي متساوي، حتى الأشياء اللي كنت أحبها قبل كذا الحين ما أحس تجاهها بأي شيء، مع العلم أني كنت شخص متفائل نشيط ومنطلق، لكن الحين أسترجع ذكرياتي القديمة وأيام طفولتي وأوقات أبكي بشدة كذا فجأة بدون سبب. هل هذه يا دكتورة أعراض اضطراب بعد الصدمة ولا هذا؟ هي أكيد سمعت الحلقة وعرفت أنه هذا اضطراب ما بعد الصدمة. هذا نوع من أنواع الحماية، تكون هي إنسانة مرة حساسة فعقلها أمر مشاعرها بأنها تتوقف، لا تعطي أمل في أحد ولا تصدق أحد أصلاً. فبسبب الألم النفسي اللي هي تشعر به بتحمي نفسها بفقدان الشغف للحياة وفقدان الأمل في الحياة وفقدان الثقة بالناس. فإن شاء الله بإذن الله علاج ونتيجة من أحسن ما تتمنى يا رب. طيب هذا كمان سؤال من زوج، يقول زوجتي أصيبت بصدمة بعد مرض بنتي بمرض السكر من النوع الأول. أصبحت زوجتي تحلم بكوابيس وألم في المعدة وضيق في التنفس فقط من الساعة 3 إلى الظهر فقط، فلو سمحتي إيش العلاج؟ حلو ده تحديد الوقت، لأنه فعلا العقل يعرف الوقت اللي هي عرفت فيه الخبر، فهو بيذكرها على طول. بعد شوية لما تخف المشكلة بلا علاج حيصير كل يوم عرفت فيه الموضوع أو كل شهر كل سنة حيجلس يرجع الموضوع. يعني هي محتاجة تتعالج. شكرا أنه هو أتاح لنا أنه نتكلم عن الصدمات اللي ممكن تصيب الإنسان، ممكن زي ما قلت كوارث، حوادث، فقدان، أحيانا الأمراض المزمنة، أحيانا يكون الصدمات شيء في الذات، إهانة، فشلة كبيرة، غدر، خسارة مالية، واحد حط كل فلوسه في أسهم مثلا وراحت. يعني أنا أعرف شخص توفى، يعني جاته سكتة قلبية صحيح بسبب صدمة، أيوة فعلا كانت خسارة لكل أمواله ومدخراته على مدى سنوات، فجأة خسرها في لحظة وجاته يعني أزمة قلبية وكذا وتوفى. خلينا نقول أنه في البداية هذا عمره، لكن الأسباب تقول أنه هو كان حاطط احتمالية الخسارة صفر. صحيح ما تحمل فكر السؤال اللي سألتيني هو كيف نحمي نفسنا من أننا نتعرض لصدمات، هو أني أنا أحط الاحتمالات، كل الاحتمالات، ما ينفع أني أنا أحط ثقة 100% ولا توقع 100% ولا شيء 100%. تمام. طيب في دكتورة يعني صراحة كثير من المشاركات معانا اللي جاتنا تقول يسألوا عن اسم العيادة ورقم العيادة ويبغوا يتواصلوا معاكي بشكل مباشر، فهل تسمحي لنا أنه إحنا نعطيهم رقم؟ أكيد. طيب خلاص، عيونا لهم كلهم. طيب رجاء يعني فريق الإعداد، ممكن الدكتورة سمحت لنا ممكن ترسلوا رقمها للناس اللي طلبوا رقم الدكتورة. في عندي كمان يا دكتورة برضو مشاركة تقول أنا عندي مشكلة غريبة، هي أني بتعامل مع الناس بشكل طيب أكثر من اللازم، عدوي أعطف عليه وأخاف على مشاعره، الشخص اللي يجرحني أسامحه في ثانية واحدة، واللي يعني يطلب أنا عارف أنه هو بيتعامل معايا عشان عنده مصلحة أتعامل معاه بشكل طبيعي وأتخلى عن أشياء أحبها، لكن أنا ما أقدر أرد أحد وأفكر أكثر في الناس أكثر مني وأحاول دائما أنه أرضي كل الناس رغم أنه أنا عارف أنه بعضهم ممكن يكون بيكن لي شر ومشاعر ما هي طيبة. هل أنا عندي مرض نفسي؟ لا يا بختك والله إنسانة رائعة. أول حاجة هي بتقول أنا طيب أكثر من اللازم، مين اللي حط اللازم؟ هي المجتمع حاطط حدود لللازم. أيوة. وهذه ما لها حدود. هي بتسوي ده الشيء مع وعي، ما حد بيستغفلها. يعني هي عاقلة ومنتبهة وعارفة أنه الناس تبغى مصلحتها، إذا كان ده الشيء بيسعدها فيا بختها. لكن إذا كان بيضغط عليها لا أتزني. يعني في النهاية أنت إنسانة، لكن إذا شيء بيسعدك لا والله استمري. تمام استمر. طيب في كمان آخر سؤال يا دكتورة عشان وقتنا، يقول السلام عليكم، أنا أبغى أسأل الدكتورة، بعض الناس بيتعرض لصدمة لكن بعد الصدمة ما بيظهر أي ردة فعل، خاصة لو كانت مثلا صدمة وفاة، تحس كأنه عنده صمت والدموع مكتومة مكبوتة جوا، حتى يقول لك أنا ماني قادر أبكي، هل هذا اضطراب ما بعد الصدمة؟
هو مؤترمة بعد الصدمة، إذا حصلت حالة الوفاة ففي طبيعي أنه في فترة العزة. الإنسان ليش المجتمع كده على طول يروحوا الأهل العزة والأهل الميت ويجلسوا معهم طول الوقت؟ عشان في كل حضنة في دمعة، في كل دعوة في دمعة، في بيساعدوهم يخرجوا مشاعرهم. لكن إذا عدى 3 شهور وهو على ده الوضع، هنا في شيء، هنا في صدمة. ايوه، لانه في اضطراب، حتى الدموع ما هي راضيه تنزل من عيني. ايوه، في ناس بيقولوا ما حسينا بالالم، يعني كانه متوقعين الوفاة. لا كل روح عزيزه ترى، اكيد مهما كان الانسان مريض، مهما كان اكيد انه في عندك احتياج للبكاء او احتياج للكلام او احتياج حتى لو بس شوق للشخص ده اللي انت فقدته. فاذا عدت الفتره دي حق 3 شهور وما زال الوضع على ما هو عليه، وبدا الواحد مثلا تضعف ذاكرته او بدا يتغير، مثلا كان انسان هادئ فجاه صار يبغى يطلع طول الوقت، صار بيسافر طول الوقت، يعني هذا فيه هروب. جسمه بيتكلم بس هو مشاعره ميقه او رافضه تتكلم. تمام. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتورة نادية شكري، أخصائية العلاج النفسي. شكرا لوجودك معنا يا دكتورة. وأنا بشكرك على مواضيعك الجميلة وعلى لقائك الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. الله يحفظك، إحنا شاكرين لك وجودك معنا وشاكرين المعلومات القيمة اللي دائما بتساعدينا فيها. طبعا أنه إحنا نحاول نتخطى الأزمات بعد طبعا تمسكنا ويقيننا في الله سبحانه وتعالى، أنه دائما اللجوء إلى الله أولا وأخيرا هو أكبر وأهم شيء يخرجنا من أي أزمة أو أي صدمة، لكن بعد كده لازم نأخذ بالأسباب. شكرا لك دكتورة نادية لوجودك معنا. شكرا لك يا هلا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، نلقاكم على خير في الغد إن شاء الله. انتظرونا حلقة جديدة من طبابة وضيف جديد من ضيوفنا اللي دائما بيكونوا معنا في برنامجنا على إذاعة ألف ألف من داخل الريتسي مول في جدة. تقبلوا تحياتي، أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة مشاري الحربي، في حفظ الله ورعايته.